بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. الملفت للنظر يا أستاذة لمياء أنه التلات صور اللي وراء بعض، يونس، هود، يوسف، تلات صور بأسماء تلات أنبياء في الترتيب المصحف وفي ترتيب النزول بنفس المنهجية. يعني نزلت يونس ثم هود ثم يوسف زي ما هي موجودة يعني توصف. الله يبارك في عمرك. فترتيبهم في النزول هو نفس الترتيب في المصحف. في يونس وهود ذكر الله قصص أمم كلها انتهت بالهلاك، و ذكر فيها ما جعل سيدنا النبي يخاف على أمته، أن يكون مصيرهم نفس مصير الأمم السابقة. وربنا لما يقوله فارتقب، وربنا يقوله فاستقم كما أمرت، فكان فيه نوع من الخوف في قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. أصله هو رحمة، وش رحمة للمسلمين بس ولا للإنس فقط، إنما رحمة للعالمين، لكل خلق الله أجمعين. فنزلت سورة يوسف تخفف من المسألة كلها، على عكس أسلوب السور المكية. أسلوب السور المكية قائم على الزجر، قائم على التخويف، قائم على التهديد، إنما سورة يوسف جت مختلفة تماما ومتميزة قوي. جت فيها رحمة، جت فيها حنية. ربنا سماها أحسن القصص ليه بأسعدتك؟ لأمور كثيرة قوي. أول أمر لأن مغزاها يقوم على العفو والتسامح. الكل كانت النهاية فيه النهاية بالعفو والتسامح. هذا سيدنا يوسف يعفو عفوا كريما ويصفح صفحا جميلا، فيعلنها لإخوته لما قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا. الإخوة تقابلوا مع أخوهم اللي هموا بقتله وكانوا سبب فيما هو فيه ورموه في البئر وتآمروا عليه، ولما قدر عليهم وبيقولوا له تالله لقد آثرك الله علينا، يعني والله ربنا فضلك علينا. لو انت دلوقتي واخواتك عملوا فيك كده وانت بقيت قادر عليهم وبقيت اقوى منهم، هتعمل ايه؟ مش هيسيب حقه بالضبط، وقد يعايرهم، يقول لهم شفتوا لما عملتوا فيا، شفتوا لما اردتوا، شفتوا انت رميتوني في البير ازاي. لا 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 خالص، ده سيدنا يوسف قال لهم لا تثريب عليكم اليوم. لا تثريب يعني لا لوم، مش هلومكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولما جه يتكلم عن إكرام ربنا ليه، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. جاب سيرة السجن وما جابش سيرة البير، لأن السجن إخواته ما عملوش فيه حاجة، إخواته ليس لهم دور فيه، وما جابش سيرة البير لأن إخواته اللي رموه في البير، فحتى مش عايز يسبب لهم حرجا، لأنه لو قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر أو أخرجني من الجب، يبقى بيغمز إخواته كأنه يعني بيرمي عليهم الكلام. لا خالص خالص، حتى لما غلطوا فيه، يعني إن يسرق فقد سرق أخ لهم من قبل، يقصد سيدنا يوسف، قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. فالشاهد من كلامي إنها أحسن القصص لأنه كان فيها بجد عفو كريم وصفح جميل، صفح بلا لوم، صفح بلا عتاب، صفح قلبنا الصفحة مش هنرجع لها تاني. أدي واحد يعني فيها كذا درس. الله يبارك في عمرك. مش الصبر بس. لا خالص يا فندم، لسه ده كده دروس. ايه طب كمان احسن القصص ليا يا استاذه لمياء، لان مغزاها ومضمونها ومقصدها بيقول لك كل مشاهد لا تقلق من تدابير البشر، فإرادة الله فوق كل إرادة، إرادة الله فوق كل إرادة. الكارهون ألقوه في الجب، والسماسرة باعوه بثمن بخس دراهم، والعاشقون ألقوه في السجن، وأصحاب المصالح خططوا له وعليه، والعقلاء جعلوه وزيرا. فلا السجن علامة على الكره، ولا الجب علامة على البغضاء، ولا الملك علامة على الرضا، ولا السجود علامة على الحب. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. هموا بقتله فلم يمت، ألقوه في البئر ليمحى أثره فما محي، باعوه ليكون مملوكا فصار ملكا، إن ربي لطيف لما يشاء. أحسن القصص لأن فيها ذكر كل حاجة، فيها ذكر الأنبياء والصالحين، فيها ذكر الملائكة والشياطين، فيها ذكر الملوك والمملوكين، فيها ذكر الحب الأبوي، وفيها ذكر الغيرة النسائية، فيها ذكر الرجال وكيدهم والنساء وكيدهم. الرجال لهم كيد، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا. احنا دايما نقول ايه، إن كيدهن عظيم، حافظينها بس. لا، ده الرجال قد يكون كيدهم أقوى من كيد النساء، لأنه ربنا ذكر كيد الرجال قبل كيد النساء. إزاي؟ في أول السورة، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. من اللي هيكيد؟ إخوات سيدنا يوسف رجال، ويؤكد كيد الرجال بالمفعول المطلق
فيكيدوا لك كيدا. يبقى الكيد والمكر مش مخصوص بالنساء. إن كيدهن عظيم أنت اللي حافظها بس. لا، الرجال لهم كيد والنساء لهم كيد. أحسن القصص لأن فيها كل البيئات، فيها بيئة البادية فكده، فيها كمان كل المواقف الحياتية. مظبوط يا فندم، جدا كل حاجة موجودة فيها. الصورة دي غريبة الشكل. سبحان والله، لا يكون هذا إلا كلام الله. خلصانة يعني بالبلد زي ما نقول كده، خلصانة فعلا. كمان هي أحسن القصص ليه؟ لأن مآل الجميع كان إلى السعادة. العاقبة كله النهاية سعيد. يعني إيه؟ محدش زعل في الآخر. كله في الآخر فرح. سيدنا يعقوب كان مقاله ايه؟ انه جمع شمله هو وولاده. طب اخوات سيدنا يوسف، سيدنا يوسف عفى عنهم وسيدنا يعقوب عفى عنهم. طب مقال سيدنا يوسف، طب مقال صاحبه اللي في السجن، طب مقال الملك، طب مقال امرأة العزيز، طب مقال مصر نفسها. قال كله كان سعيد. هل ده معناه مؤشر انه اخرة الصبر سعادة، واخرة التسامح سعادة، واخرة التوكل على الله سعادة، واخرة اليقين بربنا سبحانه وتعالى سعادة؟ احسنتي، احسنتي جدا. اخرة الصبر جبر. اخرة الصبر جبر. من صبر جبره الله، لان هو الجبار اللي بيجبر المكسورين وبيحنو على المظلومين ويدافع عن المنكسرين. وكذلك يجتبيك ربك، ان ربي لطيف لما يشاء، إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. بس افهم، فيه آيات للسائلين، هي برضو من ضمن المعاني. هي أحسن القصص ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها آيات للسائلين. يعني إيه آيات للسائلين؟ يعني ممكن اللي انت شايفه خير يكون هو الشر، واللي انت شايفه شر يكون هو الخير. صحيح. انت لا تعلم، الله وحده هو الذي يعلم. وكل اللي بيحصل معك قادم من كلمتين، قادم من رحمة وراءها علم. حرمت شيئا، رحمة وراءها علم. منعت من شيء، رحمة وراءها علم. حدث ألم، رحمة وراءها علم. حدث لك وجع، رحمة وراءها علم. إن ربي لطيف لما يشاء، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صحيح. ونعم بالله. لا تكره المكروه عند نزوله، إن الحوادث لم تزل متباينة. كم نعمة لا يستهان بشكرها، لله في طي المكاره كامنة. الصورة مش كاملة، والصورة مش زي ما أنا شايف. ما عشان كده برضو اسمها أحسن القصص. ليه؟ أصلها أحسن حاجة تخليني راضي. ليه؟ عشان هي تؤدي إلى إن أنا سلم، أخد بالأسباب وسلم. اللي يحصل يحصل، مش فارق. أب بيحب ابنه، خير ولا شر يا فندم؟ أب بيحب ابنه جدا. خير. الله يبارك في عمرك. هذا الخير أتى بشر. إخواته غاروا من هذا الحب، فتآمروا عليه فرموه فين؟ في البير. في البير. طيب، غلام صغير مرمي في البير يقاسي الجوع والعطش والخوف ومهدد بالموت، خير ولا شر؟ شر جامد قوي. تمام. أتى بالخير. ده الظاهر لينا. أيوة بالضبط. أنا عايز الظاهر لينا اللي أنا شايفه مش قضيتي. تمام. اللي أنا شايفه سمعنا وأطعنا، اترمى في البير، شر جامد جدا. أتى بخير، صار في بيت العزيز، معزز مكرم، يربى كابنه، يربى على الفروسية والكرامة والعزة. الله الله، ده مش مجرد مملوك بيخدم، لا خالص. لا، ده قال لها نتخذه ولدا، ده يكون هو ولذلك نفعهم جدا جدا. طب غلام بيربى في بيت العزيز، معزز مكرم كأنه ابنه، خير ولا شر؟ خير جامد جدا. أتى بالشر، امرأة العزيز حدث ما حدث فألقي في السجن. طب شاب مرمي في السجن ظلما وعدوانا، خير ولا شر؟ شر جامد جدا. أتى بالخير كله، صار عزيز مصر، إن ربي لطيف لما يشاء. فضيلة الشيخ، كنا لسه بنقول إن قصة سيدنا يوسف مليانة عبر كتير جدا، مليانة رسائل ربانية كتيرة جدا، فيها سيناريو رباني. يعني أنا دايما بعود أقول إيه، سبحانك يا رب المواقف اللي بتتحط في حياتنا. لما تقعد تمسك كده الخيط من أوله وتشوف تسلسل القصة في الحياة ممكن تكون ماشية إزاي، تشوف أعظم سيناريو مفيش حد في الدنيا يقدر يحط. صحيح. هو مسبب الأسباب، إن ربي لطيف لما يشاء، إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. وعلينا جميعا أن احنا نسلم ونقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالصورة بتعلمنا ده، بتعلمنا قد إيه فيها أحداث،
أحداث اجتماعية وأحداث اقتصادية وأحداث سياسية وأحداث عسكرية، مؤامرات وملك ومملوك وحاكم ومحكوم وحاسد ومحسود وعاشق ومعشوق. إن ربي لطيف لما يشاء يلفت نظر سعادتك إنها بدأت برؤية وانتهت بتأويل الرؤية. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فآخر الصورة هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تلاحظ حضرتك فيها ثلاث رؤى وثلاث إمصان. ثلاث رؤى وثلاث إمصان. الرؤية الأولى رؤية سيدنا يوسف، الرؤية الثانية رؤية صاحبيه في السجن، الرؤية الثالثة رؤية الملك. وكل رؤية لها أثر في سير الأحداث. يعني رؤية سيدنا يوسف إنه شاف 11 كوكب والشمس والقمر يسجدون له سجود تكريم لا سجود عبادة. أيوه. وقد تحققت وسجدوا له جميعا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي وكذا. ذكر نعمة ربنا عليه. وكمان بيعلمنا أنه الإنسان دايما يبقى عينه على الأمل، ما قالش حصل معايا وأنا اتبهدلت وأنا تعبت حديث النكد. لا تعبت وكل حاجة، زي الأب تعبان على رأسنا من فوق ومقدرين ده، بس وانت جايب لقمة العيش لولادك وانت داخل بيها الأم تعبانة على رأسي من فوق ومقدرين كل نقطة عرق، لما تيجي بقى جايب اللقمة لولادك وهم بيأكلوا ما تعوديش تحكي لهم عن الآلام والأوجاع. أيوه. وتنكدي عليهم لا وأنا بعمل وأنا بسوي وانتوا مش عارفين أنا بعمل. يا عم عارفين والله ومقدرين. اذكر الخير، اذكر نعمة ربنا عليك بالصحة والعافية، اذكر نعمة ربنا عليك، ربنا مديك عشان خاطرهم. أيوه بالظبط. فشوفي سيدنا يوسف بعد الرحلة دي كلها من الوجع والألم والتعب والمؤامرات والكيد من إخواته ومن السمسرة اللي باعوه ومن امرأة العزيز واللي سجنوه ظلم ولبس في السجن بضع سنين وما ذكرش ده كله. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينه إن ربي لطيف. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ ده منهج، منهج عظيم جدا جدا. الرؤية الثانية رؤية صاحبيه في السجن، إني أراني أعصر خمرا، والثاني إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فالأولاني قال له أنت هتخرج وهتبقى ساقي الملك، والثاني أنت هتموت وهتصلب والطير يأكلون من تأكل من رأسك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وتحقق ذلك. الرؤية الثالثة رؤية الملك، إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وأولها سيدنا يوسف وإنه تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه. الله على العظمة والله على إدارة الأزمة. طبعا يا عيني على إدارة الأزمة، محتاجين ده قوي. محتاجين في وقت الأزمات نتكاتف، نتكاتف مع بلدنا، نتكاتف علشان نعدي الأزمات، نتكاتف ضد عدو يتربص بنا الدوائر زي ما معلمنا سيدنا يوسف. إدارة الأزمة غير إدارة الأوقات العادية، الفكرة الوعي لده. ثلاث رؤى من أعظم ما يكون، رؤية سيدنا يوسف، رؤية صاحبيه في السجن، رؤية الملك. وكانت سبب في أنه صار عزيز مصر. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف إلى آخره. كمان فيها 3 أمصان. فسبحان الله تلاحظ يعني إيه 3 أمصان؟ قميص، وجاءوا على قميصه بدم كذب، والشاهد إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. والقميص الثالث اللي هو اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. القميص الأول قميص المؤامرة، لما إخواته ادعوا لما رموه في البير وجم مقلعينه جلبيته اللي هي القميص وجم حاطين عليها دم عصفورة ولا شيء وسابوا القميص سليم عشان يعرفوا ان هو خلاص مش بالضبط. وجاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا لابوهم انه اكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. جاء في الاثر قال يعني ما ارحم هذا الذئب يأكل قميص يوسف، يأكل يوسف ولا يمزق قميصه. يعني هو يعني قلعوا قميص الاول بعدين الذئب قال له الذئب الذئب قال له ايه اقلع القميص عشان عايز اكلك. سبحان الله الكذب ملوش رجلين. صحيح والله كنت لسه هقولها لك. ايوه والله الكذب ملوش رجلين. لازم تلاقي في حاجه تبين ان في كذبه في الموضوع وعمرها ما فيها جريمه كامله. لازم بالظبط. فيعني وجاءوا على قميصي بدم كذب. فسيدنا يوسف يعقوب لما شاف القميص سليم طب اكل ازاي يعني؟
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. خلص الموضوع؟ لا، ده فقط كمان بنيامين، تمام. ولذلك لما قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أن يأتيني بهم، ما قالش بهما، لأنه كانوا ثلاثة، سيدنا يوسف وأخوه بنيامين والكبير، قال كبيرهم اللي هو يهوذا، فكلهم كانوا مش موجودين. ومع ذلك سيدنا يعقوب لم ينقطع الأمل أبدا. فسبحان الله الصورة دي بتبث الأمل فينا بشكل غير عادي. ده القميص رقم واحد اللي هو قميص سيدنا يوسف، واللي هو قميص المؤامرة اللي إخواته عملوا. القميص الثاني اللي هو قميص الشاهد، لما هي ادعت انه يعني ما جزاء من اراد باهلك سوءا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وخلي بال حضرتك، هو لم يهم بفعل المعصية ابدا، انما هي همت لتجذبه فهم ليدفعها. وكلمة لولا، كلمة امتناع لوجود، ده في اللغة العربية في حاجة اسمها لو ولولا، يعني بفكر أقولها ولا لا، ده لغة عربية. تمام. فهو في الصورة وربنا بيقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يبقى رقم واحد ربنا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يبقى هو لم يهم بسوء والفحشاء. هي نفسها والنسوة كلهم قالوا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وامرأة العزيز بل رأيته قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. تمام. وفي الآخر قالت ذلك ليعلم أني لم أخونه بالغيب. طيب، والشاهد قال إنه فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أما اللولا دي والهمت به وهم بها، أولا هي همت، الهمان مختلفان، هي همت لتجذبه فهم ليدفعها، يبقى مش هم ليجذبها، لا مش هم بها بالفعل بالضبط يا فندم، فهي همت بشيء وهو هم بشيء ضده تماما. طيب كمان نقطة مهمة جدا، لولا، لولا في اللغة العربية يسمى حرف امتناع لوجود. يعني امتناع لوجود؟ تخيل حضرتك لو انا قلت لولد من الاولاد عمل حاجة خطأ، فانا قلت له لولا والدك لضربتك، اللي هي لوجود سبب، الامتناع لوجود سبب، هنا ضربته ولا لا؟ انا ما ضربتوش، يعني انا بقول له ايوه خلي بال حضرتك لولا والدك لضربتك، انا ضربته؟ لا. انا ما ضربتوش، يبقى امتنع الضرب بسبب وجود مين؟ الاب. خدت بال حضرتك؟ طبعا. فلولا والدك لضربتك، انا ما ضربتوش، ليه؟ لوجود الاب. فهو لولا ان راى برهان ربه، هو لم يهم لوجود البرهان. ادي المسألة. فالنص القرآن الكريم قمة البراءة. اصل حد يقول ما وهم، اصل هو بشر، اصل لا 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 خالص، ما حصلش خالص، جناب الانبياء يا جماعة. فهو اصلا ما همش اطلاقا بهم بالفاحشة اطلاقا، انما هم ليدفعها ولم يهم بالفاحشة لوجود برهان ربه. ايه هو البرهان؟ يعلمه ربنا، يعني امر في حاجات ما بنسألش عليه. بالضبط يا فندم، هو نبي يوحى اليه ربنا سبحانه وتعالى، اتاه البينات لانه رسول يوحى اليه، فبرهان ربنا ليه. فالشاهد القصة عجيبة جدا. ده القميص الثاني، انه هو لما ارادت انه بتراوده ودها ظهره واراد ان يهرب منها، فجت شداه من ظهره فقطعت الثوب اللي لابس، الثوب ده اسمه قميص زي القميص اللي بنلبسه كده على الظهر، فقطعته من الظهر. تمام. وقال فيا سيدها لدى الباب، لقوا زوجها عند الباب، فهي جت مستعجلة وقالت له ما جزاء من اراد باهلك سوءا، ده كان يريد ان يسيء الي، وما قالتش ان يقتل الا ان يسجن او عذاب اليم، برضو مليان الباب حبه، ما قالتش يقتل، مع انه طبيعي تقول يتقتل، لا لا الا ان يسجن او عذاب اليم. خلي بال حضرتك. وبعدين قال لا، هي راودتني عن نفسي. فوشاهد شاهد بقى، الشاهد قال يا جماعة شوفوا الثوب اللي هو لابسه، لو الثوب اللي هو لابسه مقطوع من قدام يبقى هو كان بيهجم عليها وهي تدافع عن نفسها، طب مقطوع من وراء يبقى هو كان يريد ان يهرب منها وهي تجذبه اليه. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يحب يبرأ حد قوي قوي. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن، ده هو صادق وانت كذاب. ده القميص رقم اثنين، قميص الشاهد اللي برأ سيدنا يوسف. ومع ذلك ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ماشي دخل السجن ظلم. القميص الثالث بقى لما صار عزيز مصر وجاله اخواته وادالهم أكل وادالهم طعام، وبعدين ايه هو عرفهم وهم له منكرون وقال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم اللي هو بنيامين. تمام. وهو سيدنا يعقوب قال لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، أنا خايف عليكم من العين
ولا علشان سيدنا يعقوب علم ان هو سيدنا يوسف واخواته كلهم رايحين له، فعشان يميز اخوه بنيامين اللي هو اخوه الشقيقه اللي هو من امه راحيل، فهو الوحيد هيدخل من باب واحد لوحده فيعرفه سيدنا يوسف. رسائل بين الكبار. فدخل بنيامين وحده، اوى اليه اخاه وقال له لا تبتئس اني انا أخوه. هم اخواته كانوا رايحين ما عرفوش ان هو، ولا كانوا عارفين؟ اخواته في الاول ما كانوش عارفين، وهو عارف، فعرفهم وهم له منكرون. وبعدين بقى ايه؟ اوى اليه اخاه وقال له لا تبتئس، يعني ما تزعلش. منهج التطمين يا جماعه، يعني شوفي في عز الازمه دي كلها، لا تبتئس اني انا اخوك، اذ يقول لصاحبي لا تحزن ان الله معنا. فناداها من تحتها الا تحزني، فرددناه الى امي كي تقر عينها ولا تحزن، فلا خوف عليهم ولا هم. ايه ده، ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ منهج نشر الطمانينه. صحيح، منهج نبوي، منهج قراني. طمنوا الناس، املوا قلوب الناس بالسكينه، بلاش القلق والتوتر مرض العصر. تلاحظي المساله دي، كله قلقان على بكره، كله قلقان على نفسه، كله قلقان على اللي حواليه، كله قلقان على رزقه. بص هقول لحضرتك على حاجه، في منهج حلو قوي، انا مش بقول مثاليات، هو عمري ايه يا فندم؟ يومك يومك. تمام؟ ليه؟ ما مضى فات، امبارح خلاص راح، انت ملك وماله؟ اتريد ان ترد الدمعه الى العين؟ اتريد ان ترد النهر الى مصبه؟ اتريد ان ترد الشمس الى مطلعها؟ اتريد ان ترد الجنين الى بطن امه؟ لا تخرج الاموات من قبورهم. تلك امه قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فالاهتمام بالماضي لا الاهتمام بالماضي. يعني هاخد منه الدروس والعلم. ثم يومك يومك، هو عمرك.